واش حنا ما كناش مجموعين شحال هادي، كانوا لاعبين في ليكيب ناسيونال، كانوا لاعبين مصابين. عندنا ماتش الحد، نفكروا الحان في الماتش ديال نهار الحد، وان شاء الله مع التدريب غادي نطوروا، غادي نكونوا احسن الاحسن، بنحيدوا علينا الماتش ديال اسفي اللي عندنا هو مهم، وديك الساعه من يجي الديربي حلاه.